في خطوة نحو تطوير شبكة خطوط الهواتف الأرضية وتحويلها من الشبكة النحاسية التقليدية إلى شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة للارتقاء بجودة خدمات الهاتف والإنترنت وزيادة السرعة، جاءت المرحلة الثالثة من الألياف الضوئية. عدد المناطق فيها تقريبا يفوق 90 منطقة، الكثير منها مناطق قديمة تحتاج إلى تحويل الخدمات من الشبكات التقليدية النحاسية إلى شبكات ألياف ضوئية حديثة. طبعا شبكات الألياف الضوئية تحت الأرض هي اللبنة الأولى لأي شبكات متطورة تأتي بعد ذلك. فرصة لإمكانية إضافة خدمات حديثة كالبث الرقمي عالي الوضوح وغيرها من الخدمات الحديثة ضمن المواصفات العالمية الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات والتي تضمن جودة وسرعة ونقاوة الخدمات. الفرق بين الحيس والفايبر أوبتكس هو الفايبر أوبتكس يحتيك سرعات أكتر بكتير، يعني شي 10 مرات أكتر من النحاس. وبعدين هيدا الفايبر أوبتيك رح يكون الأساس تبع كل شيء، رح يجي فوقه كل التكنولوجي اللي بيجي فوقه، يعني الانترنت اوف ثينجز، 5G، المدن الذكية. إيمانا من قطاع الاتصالات والخدمات المساندة بأهمية الدور الذي تؤديه للنهوض بالدولة ككل وتطوير خدماتها تماشيا مع خطة سمو الأمير بجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا عالميا. عايشة المديني، تلفزيون دولة الكويت.